السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن حل مشكلة الرسالة المزعجة اللي بتظهر وانت شغال على ويندوز 7 أثناء مثلا ما تفتح متصفح جوه الكروم، بتظهر معاك الرسالة دي فجأة مع ان كان جوه الكروم شغال قبل كده. فالرسالة ديت بيبقى ليها أكتر من سبب. أول سبب معانا ممكن يكون في مشكلة في الرامات الخاصة بالجهاز، ممكن يكون في مشكلة في رامة من الرامات، يعني أنت لو عندك أكتر من رامة ممكن يكون في مشكلة في الرامة من الرامات. فيفضل أنت تركب رامة وتجرب الجهاز على كل رامة. لو المشكلة اتحلت وظهرت الرسالة دي مع رامة تانية أنت ركبتها، فطبعا بتستبدل الرامة ديت وتشغل الجهاز ببقية الرامات، او تجيب رامة رامة جديدة مكان الرامة اللي فيها المشكلة دي. اول سبب معانا. والسبب التاني هو ده السبب الاهم، وجود فيروس على الجهاز هو المتسبب في الرسالة اللي بتظهر قدامنا زي ما احنا شايفين كده. طب حل المشكلة دي، طبعا انت بتنزل نسخة ويندوز جديدة وبتسطب البرامج بطريقة صحيحة علشان تتجنب ظهور الرسالة دي. في بعض الاحيان الناس بتروح مثلا تودي الجهاز بتاعها لمحل صيانه كمبيوتر، وللاسف المحل ما بيعملش سكان للفيروس اللي موجود، او بيمسحش الفيروس اللي موجود على الجهاز. فمجرد ما انت بتوصل البيت بعد ما عملت نسخه ويندوز عند المحل ده، تيجي تشغل الجهاز تفتح جوه الكروم تلاقي برضو الرساله ظهرت معاك. فهنشوف مع بعض الطريقه الصحيحه لحل مشكله الرساله دي. اول حاجة انت بتنزل نسخة ويندوز جديدة، وطبعا انا شرح طريقة تنزيل الويندوز في اكتر من فيديو في القناة عندي. هتنزل نسخة ويندوز 7 جديدة زي ما احنا شايفين. الويندوز طبعا هنا هيظهر معايا، مش هيظهر معايا الايقونات دي، هيظهر معايا بس هم الايقونات الاساسية اللي هو ماي كمبيوتر والايقونات دي. ممكن ندخل على انترنت اكسبلورر. في ناس بقى بتعمل بتقوم جاية فاتحة ماي كمبيوتر بالشكل ده كده، وتدخل على قسم البرامج وتسطب الايه، تفتح البارتيشن وتسطب الايه البرامج اللي موجوده عندها. وطبعا البرامج دي بتكون متفيروسه، فممنوع طبعا ان انت تفتح ماي كمبيوتر وتفتح البارتيشنات اللي موجوده هنا الا لما تعمل سكان للجهاز وتتاكد ان الجهاز خالي من من الفيروسات. فطبعا ما ينفعش نفتح ماي كمبيوتر. طبعا عندك طريقتين. اول طريقه عن طريق ان انا هعتمد على انترنت اكسبلورر، وعن طريقه هنزل جوجل كروم، واقدر من جوجل كروم ان انا انزل اي برنامج حمايه انا عايزه. او الطريقه الثانيه ان انا اروح لاي حد معرفه مثلا والجهاز بتاعه او اللابتوب بتاعه مضمون وعليه برنامج حمايه، وهنزل من على الجهاز بتاعه اللي هو برنامج الحمايه وانقله على فلاشه، واتاكد ان الفلاشه تكون سليمه مش عليها اي فيروس، وابدا ان انا اسطب برنامج الحمايه على الجهاز واعمل سكان لكل الهارد من غير ما افتح طبعا البارتيشنات زي ما احنا قلنا في الاول. طيب انت لو مش عارف تروح لاي حد وكده ومحتاج الجهاز ضروري، هنشوف مع بعض ازاي عن طريق استخدام انترنت اكسبلورر هنعمل دلوقتي مع بعض. هنفتح انترنت اكسبلورر زي ما احنا شايفين كده، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي بتكون نازله بعد ما تنزل ويندوز 7. عشان طبعا تضمن ان جوجل كروم ينزل شغال تمام من غير اي مشكله، هنكتب فوق هنا جوجل دوت كوم، هيفتح لي محرك البحث بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنكتب جوجل كروم ونعمل سيرش. بعد كده هندخل على موقع تحميل البرنامج اللي هو الخاص بجوجل كروم، هنضغط عليه بالشكل ده كده، هيفتح لي هنا تنزيل كروم زي ما احنا شايفين كده. هضغط على تنزيل كروم، هيبدأ يحمل معايا زي ما احنا شايفين تنزيل يدوي، هيبدأ يحمل معايا. هقول له سيف، ومن سيف طبعا هحفظ البرنامج، وبعد كده هدوس على هدوس على ران. هيبدأ يسطب معايا هيبدأ يسطب معايا متصفح جوجل كروم، وعن طريق متصفح جوجل كروم أبدأ انزل اي برنامج حماية انا عايزه. هنقفل كده انترنت اكسبلورر. بعد ما انا سطبت جوجل كروم زي ما احنا شايفين كده، هبدأ بقى انزل مثلا وليكن برنامج، اي برنامج خفيف بحيث يشيل الفيروسات اللي موجودة على الهارد، عشان أبدأ ان انا اعرف اتعامل مع الجهاز بعد كده. هندخل على برنامج مثلا وليكن برنامج مشهور زي توتال سيكيورتي 360، او مجرد ما تكتب 360 سيكيورتي يظهر لك مثلا الموقع الخاص بتحميل البرنامج زي ما احنا شايفين. البرنامج زي ما احنا شايفين مجاني، هنزل هنا في التنزيل المجاني واداة تثبيت غير متصلة. ده الكلام ده لو الناس اللي عندها نت. لو مش عندك نت زي ما احنا قلنا هتروح لاي حد وتنزل البرنامج ده عن طريق عن طريق الفلاش. هدخل على اداة تثبيت غير متصلة، هيبدأ يحمل معايا زي ما احنا شايفين، ادي شكل الملف الـ EXE زي ما احنا شايفين كده، هيبدأ يحمل معايا بالشكل ده. الملف 87 ميجا، يعني المساحة بتاعته مش كبيرة.
تمام، انا منزله قبل كده، فطبعا انت تسطيب البرنامج سهل ما فيهوش اي حاجه. طيب في حاجه تانية برضو عشان تبقى ايه مطمن والجهاز تمام ومية مية، هندخل على ماي كمبيوتر، يبقى احنا كده ايه نزلنا البرنامج بتاع الحمايه. بس في حاجه مهمه برضو لازم نعملها، خصوصا للناس اللي بيبقى عندها فيروس الايه الاوتوران، عشان اطمن ان الجهاز معايا تمام. ممكن اقول لك طريقه برضو ايه ازاي تشيل فيروس الاوتوران بشكل ايه يدوي. هندخل على ماي كمبيوتر زي ما احنا شايفين، وممنوع نفتح اي بارتيشن زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بدخل على اورجانيز زي ما احنا شايفين، وبعدين فولدر اند سيرش اوبشن، وبعد كده بدخل على فيو، وبعد كده بدخل على شو هيدن فايل، وبعدين هايد بروتكتد اوبريتنج سيستم. يبقى هظهر الملفات المخفيه، وهايد بروتكتد ديت هشيل علامه الصح من عليها وادوس ايه يس yes. اوكي، وادخل على بارتيشن معين انا عارف ان هو متصاب مثلا بفيروس الايه الاوتوران، بس طبعا مش بفتحه من هنا، بفتحه من الجنب زي ما احنا شايفين كده. تمام، ادي فيروس الاوتوران ظهر معايا بشكل مخفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وادي ملف البرامج المصابه بالفيروس. ممنوع طبعا ان افتح الفولدر دوت، لان طبعا الفولدر ده اغلب البرامج اللي عليه بيكون ايه مصابه بالفيروس. بقوم جاي معلم كده زي ما احنا شايفين، كليك يمين كده على الفيروس زي ما احنا شايفين، وكليك يمين وايه وديليت، يبقى كده انا بمسح الفيروس بشكل ايه بشكل يدوي. ده فيروس الايه الاوتوران. تمام كده، ممكن اعمل دوت مع كل الايه مع كل البارتيشنات بنفس الايه الطريقه، من بس ممنوع ان انا افتح دبل كليك، بدخل من الجنب كده وكليك يمين واعلم على فيروس الاوتوران بعد ما اظهر المخفي، وبعد كده اعمل ديليت لفيروس الاوتوران. تمام، طب انا عايز اعمل اسكان للجهاز كله. بنبدا نسطب البرنامج اللي هو ال 360 سكيورتي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بيفتح معايا واجهه البرنامج بالشكل ده. تمام، انا بقوم جاي مسطب البرنامج. بعد ما بسطب البرنامج بيظهر لي في قائمه كليك يمين العلامه الخاصه بايه البرنامج. بقوم جاي معلم على البارتيشنات زي ما احنا شايفين كده، معلم على كل البارتيشنات كليك يمين، واختار ايه بقى، واختار اسكان 360 توتال سكيورتي. اعلم على البارتيشنات باستثناء طبعا بارتيشن السي، لان انا بكون لسه منزل نسخه ويندوز جديده، فما فيش داعي ان انا اعمل اسكان على السي، يعني ما فيش ضروره ان انا اعمل اسكان على السي لان لسه نسخه الويندوز جديده فما اتفيرستش. لكن انا عايز اعمل اسكان على كل البارتيشنات المصابه بالفيروس، فبقوم جاي معلم كليك يمين على كل البارتيشنات زي ما احنا شايفين، واختار اسكان ايه، اختار اسكان 360 سكيورتي. تمام، ليه احنا اخترنا 360 سكيورتي؟ لان ده برنامج خفيف وهينجز معاك ويعمل سكان سريع. وبعد كده حابب تنزل مثلا برنامج افاست او اي برنامج قوي، لو الجهاز عندك يستحمل اي برنامج قوي فخلاص نزل. انا بس بقول لك البرنامج ده لان ممكن يكون الجهاز عندك مش عالي، يعني مثلا ممكن يكون رام 1 او رام 2 جيجا، فده هيكون سريع معاك وهينجز معاك المهم. بعد ما بعمل اسكان للجهاز واتاكد ان كل حاجه ان شايل كل الفيروسات، يفضل طبعا ان انت تمسح اغلب البرامج اللي موجوده على الجهاز، وليكن فولدر زي ده مثلا امسحه. ليه؟ لان اغلب البرامج ديت بتكون ايه اتصابت بالفيروس، فما فيش داعي ان انت تعتمد على البرامج دي، يفضل ان انت ايه تنزلها من جديد. او لو انت عامل البرامج دي ملفات مضغوطه، يبقى هتمسح الملفات اللي هي الفلاتر، وتفك الضغط للملفات اللي انت كنت ضغطتها قبل ما تتصاب بايه بالفيروس، تبدا ان انت ايه تتعامل مع البرامج بشكل عادي من غير ايه من غير اي مشكله. ده كان ملخص لأسهل وأبسط طريقة لحل مشكلة رسالة الخطأ الشهيرة زي اللي هي بتظهر معانا زي ما احنا شايفين قدامنا كده، بطريقة ايه آمنة ومن غير ايه من غير أي مشاكل. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الدوس لايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.